أنا عايز أقول لكم على حاجة. اتفضل. يمكن ساعة لما الأبطال دول استشهدوا كانت الدنيا لسه مش باينة، وكان كل الناس خايفة، وكل شوية نصحى على عمل كبير بيحصل، ودماء من دماء أبنائنا بتنزف، وأرواح بتروح عند ربنا. أنا عايز أفكركم دلوقتي إن التمن ده اللي أبنائنا دول دفعوه واللي انتوا قدمتوه، وإحنا مش هنقدر نعوضكم عليه، اللي هيعوضكم عليه ربنا. ربنا وحده سبحانه وتعالى هو اللي هيعوض أسر الشهداء والأم بالذات، ويبارك فيكم. فأنا بس عايز أقول لكم على حاجة، إحنا النهاردة بفضل الله سبحانه وتعالى، بفضل الله سبحانه وتعالى، التمن ده، التمن ده اللي دفعوه أبنائنا على مدى تقريبا 8 سنين أو 9 سنين، الحمد لله رب العالمين. فأنتوا لكم الحمد لله إن بلدنا في استقرار، ما نزحناش من بلادنا، ما هجرناش منازلنا، الأكل والشرب ده في غضة عنه، أهم حاجة الأمان. والأكل والشرب برضو موجود، ما فيش مشكلة. في أمان، والله في أمان، والله في أمان، بفضل ربنا وبفضلك. صحيح، والله بفضل ربنا وبفضلك. لا، بفضل ربنا بس. وإن شاء الله مصر بخير دايما، ذكرت في القرآن يا ريس. ربنا يا رب يبارك فيكم. انا سعيد ان انا اتشرفت بان انا اشوفكم النهارده. والله صحيح، فخر لينا. بس انت لازم تتكلموا برضو، احنا وربنا يقوينا ان شاء الله. يعني ربنا يبارك فيكم كلكم والله. يا اللهم امين يا رب العالمين، احفظ البلد كلها على باذن الله وبامر الله، الريس ومصر وجيشها وامنها باذن الله، واجعلهم بامان واستقرار ان شاء الله وبامر الله. انا والدتك سعيديه وفخر ليا إني أولاد التحق بس القوات المسلحة وكانوا شهداء. هو الفراق صعب بس الحمد لله ضمنت أنا وهم الآخرة. صحيح، بأمر الله. ربنا يا رب يتقبلنا ويتقبلهم ويجمعنا بيهم على خير. يا رب. لازم تتكلموا عشان تسمعوا الناس في مصر. الحمد لله، أمهات الأبطال ولادنا شهداء، وإحنا بنفتخر إن هم شهداء. فخر لينا، فخر لينا، فخر لينا والله، وماشيين رافعين راسنا في وسط الناس. والدة الشهيدين ما شاء الله، الحمد لله، وهم معانا احياء والله. صحيح، والله معانا. لو هم مش كويسين كنا هنتكلم عنهم، لكن لا، احنا بنتكلم بالفخر بالشهاده بانهم نالوا شيء من عند ربنا، يعني اعظم شيء، اعظم منزل عند الله. ربنا يا ربي مع الصديقين والنبيين والشهداء، الحمد لله رب العالمين. احنا متشرفين بيكم، شرف لنا يا فندم، ومتشرفين بكلامكم اللي انتم بتقولوه. شرفنا والله، ربنا يبارك فيكم. بارك الله فيك. وانا انا مش لاقي كلام اقوله بصراحه غير ان انا اقول لكم شكرا. ان ربنا سبحانه وتعالى القوات المسلحه اللي هي مش بتنسى اسر اولادها الشهداء، اسر ابنائها الشهداء. انا عايز اقول لك بقى، مش بس الجيش اللي ما بينساش، لا، كل المصريين. وبيبقى اليوم ده احنا بنتكلم فيه النهارده على استشهاد الفريق عبد المنعم من حوالي يعني اكتر من 50 سنة، ما نسيناهوش ومش هننساه، ومش هننسى كل شهيد، كل شهيد وكل مصاب حتى قدم حته من جسمه لاجل البلد دي تبقى بلد في امان وسلام. وانا عايز اقول، واحنا بنقول الكلام ده من كذا سنه، كان يقول لك هو معقول؟ هو احنا هنقدر نقضي على الارهاب ده؟ احنا بفضل الله سبحانه وتعالى، وبفضل ابنائكم وابناء اسر كتير اخرى، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، تحقق الحلم ده بفضل الارواح دي وبفضلكم انتوا كاسر مصريه طيبه وبسيطه ربت ولادها وقدمتهم. التمن اللي ما ننساهوش حقيقي هو ان احنا نخلي بالنا من البلد ديت ان شاء الله، وان الكلام ده ما يتكررش فينا تاني يا رب. والخراب اللي كان ممكن مصر تشوفه خلال ال10 سنين اللي فاتوا ما يتكررش تاني. بمين؟ مش بقى بالجيش والشرطه، بكل المصريين قبل كل شيء، وفوق ده كله ربنا سبحانه وتعالى مطلع علينا. انا عايزين نشم ريحه ولاد نفسينا يا ريس. شوفوا، احنا ان شاء الله هنحتفل كلنا وأسر الشهداء كلها معانا في يوم، بس هتشوفوا سينا فيه
شاء الله. غير اللي انتوا شفتوه في الـ في الـ يعني في الـ الصوره المؤلمه اللي هي صوره الاشرار، لا هتشوفوا بفضل الله سبحانه وتعالى صوره. انتوا كمان هتفرحوا ان ولادكم قدموا ارواحهم لاجل البلد دي، مش البلد دي مصر بس، حته من سينا نروح فيها كلنا نحتفل ان شاء الله، والدنيا تبقى مختلفه خالص ان شاء الله. ربنا يبارك فيك يا ريس، ربنا يكرمكم، ربنا يبارك فيكم كلكم ويبارك فيكم. والله احنا تشرفنا بيكم، ده احنا اللي متشرفين والله العظيم. ربنا يكرمكم، ربنا يكرمكم ان شاء الله. مش عايزين حاجه، سلامتك والله. صحيح. طب ما تسمحوا لي ان انا اتصور معاكم؟ تعال اتفضل، عشان اتشرف اكتر. احنا في ديك النهار، تعال اتفضل. شرف لينا والله.